بس هل لان هو برضه عنده مبررات. الحديث اللي ادلى به الحاج محسن وهو ذا باع طويل في هذا المجال منذ ما يزيد عن 30 سنه طبعا انا اثنى عليه وهتكلم عليه في سياق حديثي تكمله لما بدات. اتفضل. وقفنا عند ما هي الاسباب والمبررات الموضوعيه والعلميه التي دعت الى ازدياد ارتفاع معدل اسعار المنتجات الزراعية. كلمة المنتجات تشمل كل ما ينتج زراعيا وحتى التصنيع القائم على الزراعة. كويس. ابتداء من الفاكهة موضوع الحلقة، ثم الخضروات، ثم الحاصلات، ثم الأمور المترتبة على صناعات المنتجات الزراعية. هذه الأمور التي دعت إلى ذلك أيتها الإعلامية الفاضلة عبارة عن 11 نقطة. النقطة الأولانية هي ازدياد معدل التعدي على الأراضي الزراعية سواء كان بالبناء أو بالتبوير، فده بيخلي المعروض من الخضار والفاكهة أقل، أدى إلى أن المزروع وأن المساحة الزراعية في مصر أقل، فالمعروض التي كانت أقل. محددة قد تقلصت تمام في معظم محافظات مصر وليست محافظة واحدة، استغلالا للفترة التي مرت بها ثورتي مصر العظيمتين 25 يناير و 30 ستة، والفترة التي لم يكن فيها هناك تحكم في هذه الأمور. واحد. اثنين، ارتفاع معدل قيمة الانتاج التي يتكبدها الفلاح للصرف على زراعته. ايتها الاعلامية الفاضلة، ايها الجمهور المحترم، ايها الرئيس المحترم، فلاح مصر الذي كان يتسيد الموقف الان يعاني حجم تكلفة ضخم جدا. لم ينظر لهذا الفلاح سواء في تأمينه الصحي او تأمينه الاجتماعي او تأمينه العلمي. بعد اذنك ده ملوش علاقه بزياده اسعار الفاكهه ولا الخضار، يعني التامين ده دي طلبات للفلاح، طلبات للمواطن المصري. انا لو مش مستريح مش هنتج يا استاذ. لا يا فندم، لا اختلف مع حضرتك. انا لو مش مستريح مش هنتج. الفلاح لو مش مستريح، كل الفلاح هو عمود الانتاج في المجتمع المصري، هو فقرة، هو العمود الفقري في هذا المجتمع. ده كلام سليم. ده الفلاح هو اللي بيأكل الغفير وبيأكل الوزير من زراعته. ده كلام سليم. أنا مش لو سمحت أنا مش معترض عليه، بس الكلام ده أنا مش هقدر أحط نقطة من ال 11 في زيادة سعر الفاكهة حاليا. ليه؟ لأن هي طلبات مواطنين مصريين موجودة بس عند الفلاحين عند العمال، دي لها حلقة أخرى. لكن أنا بسأل حضرتك سؤال النهاردة، ليه احنا سعر الفاكهة ما بين التجزئة والجملة هناك هذا الفرق الشائع الشاسع؟ يعني انا خلاص سبت مرحلة الفلاح، انا بتكلم ما بين الجملة والتجزئة، انا ما دخلتش الدائرة الثالثة، انا ما دخلتش دائرة الفلاح، فخليني حضرتك اتكلم ما بين الجملة والتجزئة. من منظور علمي تأصيلي أن العام، القاعدة الأصولية بتقول أن العام يؤخذ على إطلاقه ما لم يخصص. كويس. أدي واحد. بمعنى؟ اتنين، بمعنى أن لو ما جبتش المشكلة من أساسها مش هصل إلى نتيجة. عشان حضرتك تقدري تحكمي سعر المنتج النهائي للفلاح اللي هو بيزرعه، ما هو أصل العملية المزارع من أهالينا اللي بيزرع الفاكهة اللي بتوصل لإيد حضرتك وإيدي وإيد الغفير وإيد الوزير. كلام سليم. لو ما تطرقناش أيتها الدكتورة إلى هذا واحنا بنعالج، انا قلت لحضرتك ان انا واخد الكلمه رساله ابتغاء مرضات الله اولا واخيرا، ثم لصالح تراب هذا الوطن ومستقبل الاجيال القادمه. لما بنتكلم عن مساله فاكهه، ما انا سهل قوي ان الساعه وربع او الساعه ونص بتاعتنا نقول فيها كلمتين ان المصريين يقطعوا الفاكهه وما ياكلوش فاكهه لمده شهور وبنقصها وخلينا في الحاجات التانيه. اكيد مش ده الحل. انما مش هيبقى حل عملي حته حل. المقاطعه ما زي التقرير ما قال لما بنتي او ابني يطلب كيلو مانجا اقول له لا، انا ماشي هربط على معدتي زي هنربط الحزام، انما العيال هنعمل فيهم ايه او الولاد هنعمل فيهم ايه؟ الناحيه الثانيه اللي بيرتزق من ورا الموضوع ده يعمل فيها ايه؟ الناحيه الثالثه المنتج ده اللي اتكلف الفلاح هيعمل فيه؟ الناحيه الرابعه الوسطاء الذين بين المشتري والمنتج هيروحوا فين؟ فعشان كده احنا بنتكلم باسلوب علمي كيفيه مواجهه هذه الازمه منذ بدايتها حتى نهايتها حتى نستطيع ان ننهض بهذا البلد. كان زمان قوي بيحصل ان كل الناس بتعمل ايه، ان كل وزير بيجي يشتغل وبعد كده يجي الوزير اللي بعده يهد ده ويبدا من جديد. لا، احنا عايزين نبني، عشان كده عايزين الافكار تتكامل ولا تتشاجر، فقد يكون هناك فكره تخرج لبناء مستقبل هذا الوطن، ولعل المسؤولين الذين يسمعوننا الان يطبقون ما نقول او يبحثون. النقطه الثانيه اللي انا قلت لحضرتك عليها ازدياد
نفقات الانتاج دي مهمة أوي. من مبيدات دي مهمة ومن جدا. اسمده دي ومن مهمة ادوات جدا. ومن عماله على الفلاح، حتى ان ما ينتجه الفلاح لا يوفي ثمنه بعد ذلك بالاقساط المترتبه عليه. ايوه بقول لحضرتك اكله بطاطس في الحاج محسن كاحد امناء سوق 6 اكتوبر الفلاح بيروح ياخد منه في بدايه الموسم 20 30 الف قبل ما يجي الموسم، عشان ال 20 30 الف يصرف بيهم على اسرته ويصرف على الزراعه الموجود. تخيل حضرتك على سبيل المثال لو حصل ان هناك عطب قد تم لسوء الاحوال الجويه، او ان هناك امر مرض الم بهذا الفلاح، او ان هناك اهمال او سرقه، اذا لن يستطيع ان يوفي بالالتزامات المترتبه عليه. واحد اثنين لما نيجي نشوف المساله فيها شقين استاذه امنيه، استاذه الدكتوره امنيه، فيها شقين. الشق الاول يتعلق بالدوله، والشق الثاني يتعلق بالافراد والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني. كويس. اللي يتعلق بالدوله هي كيفيه دعم الفلاح، ده كلام كيفيه حلو. المحافظه على الفلاح. لما انا وحضرتك نبقى مستريحين في بيوتنا هنقدر ننتج، هنقعد هنا نتكلم كلام ينفع الوطن والمواطن، مش هنقعد نتكلم كلام للميديا وللشوه الاعلامي الذي لا نقبله. عايز اوصل للناحيه الثانيه اذنك عشان بس انا مش مختلفين انا وحضرتك، بس هو خلاص انتك، انا بتكلم هو انتك وعنده تكلفة إنتاج عالية جدا، مظبوط؟ وفعلا كلام حياتك سليم جدا، وإن أكيد في مشاكل كتير واجهها الفلاح، وإحنا عملنا حلقتين قبل كده على مشاكل الفلاح وناقشنا الطماطم وناقشنا نقيم الفلاحين، جالنا ده كلام سليم جدا. هتطرق للمربع الأخير اللي حضرتك قلتيه. أنا عايزة مربع الأخير. المربع الأخير بعد ما كمل بس بقية النقاط، إن إزاي الفجوة زادت ما بين المنتج حين يباع لدى تاجر الجملة وتاجر التجزئه بعد ذلك، وهنقول كيفيه معالجه ده. أيوة. علميا وعمليا وقانونيا. تمام. هنقول الكلام ده. اتفضل. الناحيه الثانيه اللي ادت الى ارتفاع معدل الاسعار هي ازدياد نفقات النقل من والى في المناطق اللوجستيه تحديدا، حتى ان السيده الفاضله الدكتوره وزيره التخطيط قد اشارت الى ذلك في احدى لقاءاتها في مؤتمرات الشباب. النقطه الرابعه اللي هي قله الانتاج، ترتب على الامور الثلاثه الاولانيه قله الانتاج نفسه، قله المنتج اللي طالع من الارض اصبح فيه نقص او اصبح او قل عن السنه اللي فاتت. كويس. النقطه الخامسه عدم وجود سياسه زراعيه واضحه فيما يتعلق بما نريد وما يزرع ونفقاته وكيفيه تسويقه وسعره ومدى الاستفاده لشركاء العمليه الاستهلاكيه من هذا الامر. النقطه السادسه، نحن حضرتك ناخد مكالمه تحت معانا فضل. سعاد من الجيزه، اهلا يا سعاد اتفضلي. اهلا يا سعاد اتفضلي. الو. ايوه اتفضلي يا فندم اتفضلي. انا مع حضرتك اتفضلي. الو. الو. ايوه اتفضلي يا فندم انا معاكي يا فندم. انا بحب حضرتك قوي والله. ربنا يخليكي، ده من حظي الحلو، اهلا بيكي. انا دلوقتي انا جوزي بيديني 100 جنيه وما بعرفش اجيب ايه لعيالي، انا عندي عيالين، احنا ما بنشوفش، بنجيب الجوافه ب 17 جنيه والعنب ب 20 جنيه، ما بنشوفش الموز اصلا، والدنيا صعبه جدا والله، واحنا الفاكهه غاليه جدا، احنا ما بناكلش فاكهه، اولادي بيطلبوا مني المانجا غليت، وانا والله انا بقول لحضرتك يا ريت حضرتك من برنامجك ده يعني تشوف لنا حد بقى في التموين ولا كده، حد يشوف لنا بقى المشكله دي. ما احنا النهارده عاملين الحلقه دي عشان حد يشوف لنا المشكله دي. حاضر، ميرسي يا سعاد شرفتينا. اتفضل يا فندم. اعود فاستكمل النقطه السادسه فيما يتعلق بازدياد معدلات ارتفاع الاسعار لاسعار المنتجات الزراعيه يا جماعه. النقطه السادسه هي الاصلاح الاقتصادي. الاصلاح الاقتصادي والتي ينتج عنه عاده في كل الدول ارتفاع معدلات التضخم. كويس. اذن المساله بهذا الشكل ظاهره عالميه. فيما يتعلق بالدول التي تقوم باصلاح اقتصادي بيزداد معدل التضخم وبالتالي بترتفع الاسعار. ليه؟ لان احنا في ظل رئيس يعاني مع شعبه فترات تراكمات طوال ما يصل الى 50 عاما او يزيد فيما يتعلق بعدم اتخاذ الاجراءات القويه للاصلاح الاقتصادي. انما رغم ايماني الشديد بان انا قلت الكلام ده قبل كده اكتر من مثلا حوالي 20 مره، رغم ايماني الشديد وإيمان